هلا حبيبي منورين منورين في هذا المتحف الرائع ان شاء الله نقدم شيء يليق بالمكان هذا ان شاء الله. والله بيت الخزف يقولون عنه صغير وبيت يعني متواضع بيت كبير صراحه. جبنا كثير خزف على الجدران على الاسقف على الارضيه كل خزف ما شاء الله. يعجز الكلام صراحه المكان يستهويني يعني خصوصا الجداريات تراث البيت تراث واحمال تراثيه. اقول الكويت منوره باهلها اولاد عمنها الطيبين واحنا سعيدين يعني ان نصافح الوجوه الطيبه الحلوه هذه ونتمنى نقضي ايام جميله فيها يعني الفن وفيها الطيبه الحلوه من الكويتيين والله يوفقنا ان شاء الله يوفق الجميع. بالعكس هاي فرصة حلوة أن الواحد يشارك أخوانا الكويتيين بالإضافة إلى نخبة من خزافين دول مجلس التعاون وفعلاً الواحد يقول هاي فرصة ما تتعوض وإن شاء الله يعني هاي السنة تكون يعني بادرة حلوة والسنة الجاية إن شاء الله بعد تكون أقوى وكل سنة تتطور إن شاء الله بإذن الله.